بسم الله الرحمن الرحيم. في المحاضرة دي هنتناول موضوع مهم وهو استخدامات الإحصاء في مجال البحوث. بصفة عامة تلعب الإحصاء دور مهم في ثلاثة مجالات أساسية تتعلق بالبحث العلمي. نمرة واحد عند تصميم البحث وتساعد الأساليب الإحصائية في هذا الشأن عند اختيار عينة البحث، حيث تمكن الباحث من اختيار عينة للبحث تجعلها ممثلة تمثيلا صادقا لمجتمع البحث. ثانيا في مجال تحليل النتائج، حيث تؤدي الإحصاء أيضا دورا هاما يتمثل في تبويب وجدولة البيانات وتجميعها وإجراء الاختبارات اللازمة للتثبت من صحة الفروض العلمية، يعني قبول الفرض العلمي أو عدم قبوله. المجال الثالث الهام لاستخدامات الإحصاء في مجال البحوث يتعلق باستخلاص النتائج، ويعني ذلك أن الإحصاء تزودنا بالأساليب اللازمة للتحول بالنتائج من مستوى عينة البحث إلى مستوى المجتمع البحث، يعني تعميم النتائج. طيب، ولهذا الغرض بنستخدم أساليب الإحصائية لأغراض تقدير خصائص المجتمع الأصلي، توظيف الأساليب الإحصائية التي تتلائم مع المجتمع الأصلي لأغراض إجراء اختبارات الفروض. الدورين أو المجالين الأساسيين لاستخدامات الإحصاء الوصفية. خلونا نتكلم عن استخدامات الإحصاء في مجال اختبارات الفروض. هنجد هنا أن هناك أساليب إحصائية متعددة، من أهمها مقاييس النزعة المركزية اللي هي المتوسطات، مقاييس التشتت، مقاييس الاتساق. التلات مقاييس دول بيستخدموا عندما يكون مجتمع البحث الذي نتعامل معه هو مجتمع أحادي المتغيرات. هناك أيضا مقاييس العلاقات ومجموعة أخرى من المقاييس يتم استخدامها عندما يكون مجتمع البحث من النوع متعدد أو ثنائي المتغيرات. خلونا نبدأ مع مقاييس النزعة المركزية. مقاييس النزعة المركزية أو كما يطلق عليها أحيانا المتوسطات الإحصائية، بتحدد هذه المقاييس النقطة التي تتجمع حولها عناصر المجموعة في شكل عنقودي، ويعتبر كل من وسط الحساب والوسيط والمنوال من أكثر المقاييس المتوسطات أو مقاييس النزعة المركزية شيوعا. يعني بمعنى آخر بتكشف هذه المقاييس عن الأرقام الأكثر تمثيلا للظاهرة، وبالتالي ما هي القيمة التي تتركز حولها عناصر الظاهرة. خلونا نتناول كل من المتوسطات أو مقاييس النزعة المركزية بشيء من التفصيل. ناحي القصور في الوسط الحسابي إنه الحقيقة بيتأثر بالقيم المتطرفة. النوع الثاني من مقاييس النزعة المركزية اللي هو الوسيط. الوسيط بيقال عليه انه مقياس مكاني، يعني بيعكس المكان الذي تتواجد فيه القيمة الوسطى. الوسيط بيتخذ المكان اللي بيشطر البيانات الى نصفين متساويين، نص يحمل قيم اقل من الوسيط ونص الاخر يحمل قيم اعلى من قيمة الوسيط. بيتم حساب الوسيط بمعادلة بسيطة جدا. لو عندنا عدد الظواهر عدد فردي، يبقى رقم العنصر الذي يشكل الوسيط يساوي عدد العناصر زائد 1/2. حالة وجود عدد زوجي بناخد القيمتين الوسطيين ونقسمهم على 2 نطلع المتوسط بتاعهم، وهو ده اللي بيشكل الوسيط.
يبقى هناك ثلاثة مقاييس للنزعة المركزية، أي من هذه المقاييس يجب على الباحث أن يفضله عن الأخرى؟ يتوقف الاختيار بين هذه المقاييس على طبيعة كل حالة على انفراد. يعني لو ما فيش قيم متطرفة يبقى الأفضل نستخدم المتوسط الحسابي أو الوسط الحسابي. لو في قيم متطرفة يبقى هنقارن بين الوسيط والمنوال. يتوقف اختيار كل واحد من دول على تفضيلات الباحث. يعني لو المنوال هو القيمة الأكثر تكرارا يبقى يفضل استخدامها. لو تتشابه القيم أكثر من قيمة في التكرارات بتاعتها يبقى ممكن ناخد الوسيط. مقاييس الانتشار. مقاييس الانتشار بصفة عامة بتعطي فكرة عن مدى تشتت القيم. مدى تشتت القيم حوالين المتوسط بتاعها. ثلاث مقاييس تندرج هنا: المدى الانحراف المتوسط والانحراف المعياري. المدى هو احد مقاييس التشتت، ومقياس بسيط يتم حسابه على اساس الفرق بين اعلى قيمة وادنى قيمة للظواهر الموجودة داخل عينة البحث. ولكن يجب تناول المدى بحذر شديد. ليه؟ لان المدى هنا بيتأثر باختيار عينة البحث. يعني لو عندي اثنين باحثين بيدرسوا نفس الظاهرة وكل واحد منهم اختار عينة من نفس المجتمع، العينة بتاعت الباحث ده لن تتماثل مع الباحث الاخر، وبالتالي قياس المدى في عينة الباحث الاول سيختلف عن قياس المدى في عينة الباحث الثاني، وهو سيعطي نتائج قد تكون مضللة. ولذلك يجب ان نتناول المدى بشيء من الحذر. الانحراف المتوسط، يشير هذا المصطلح الى متوسط انحراف القيم عن احد مقاييس النزعة المركزية. يعني انحراف القيم عن الوسط الحسابي، او انحراف القيم عن الوسيط، او انحراف القيم عن المنوال. الانحراف المتوسط عن الوسط الحسابي، طبعا المعادلة بتاعته موجودة قدامنا، اللي هو مجموع انحراف القيم عن وسطها الحسابي ونقسم على عدد القيم. الانحراف عن الوسيط، مجموع انحراف القيم عن الوسيط اللي هو الميديان ونقسم على عددها. اللي هو الجذر التربيعي بتاع الانحراف المعياري بتاع انحراف القيم عن وسطها الحسابي. مقاييس العلاقات. سبق ان احنا وضحنا ان مقاييس العلاقات تستخدم في حالة ما اذا كانت دراسة الباحث تحتوي على متغيرين، اما في حالة المجتمعات احادية التغير فقد استعرضنا المقاييس الخاصة بها في الجزء السابق. ايه المقصود بوجود او بدراسات تعتمد احادية المتغيرات؟ هل يعني ذلك ان هناك متغير واحد؟ لا ابدا، هناك متغيرين لكن في متغير واحد هو الذي يخضع للقياس. يبقى في الحالة دي حالة احادية المتغيرات التي تستند اليها الدراسة، الباحث بيرغب عادة في معرفة تأثير المتغير المستقل. يبقى بناخد حالة تواجد المتغير المستقل وحالة غياب المتغير المستقل ونقارن المتغير التابع في كلتا الحالتين. اما في حالة ثنائية او تعدد المتغيرات، الباحث بيرغب في الحالة ديت في قياس متغيرين على الاقل او اكثر من متغيرين في ضوء علاقتهم بالمتغير المستقل.
زي ما نقول عايزين ندرس العلاقة بين ربحية الشركة وعدد الوحدات المنتجة. يبقى هنا بندرس متغيرين: ربحية الشركات، كيف تكون ربحية الشركات في ضوء ارتباطها بعدد الوحدات المنتجة. بمعنى لو زادت عدد الوحدات المنتجة ربحية الشركة يحصل لها ايه، ولو نزلت يحصل لها ايه. او علاقة ربحية الشركات بانتاجية العامل او تكلفة الوحدة. في طرق احصائية كتير ممكن استخدامها لاغراض تحديد العلاقة دي، من اهمها مقاييس الارتباط ومقاييس الانحدار. مش هنقدر نتكلم اكتر من كده في هذه الحالة، لاننا هنتناولها في الاجزاء القادمة تفصيلا. لكن في الحالة دي بنقول والله ان المجتمعات الثنائية او متعددة المتغيرات بنستند الى مقاييس تمكن من الاجابة على التساؤلات التالية: هل توجد علاقة ارتباط او اتحاد بين متغيرات البحث؟ واذا وجدت ايه درجة الارتباط بينهم؟ هل توجد علاقة ربط اثر بالسبب بين متغيرات بين المتغيرين في المجتمعات ثنائية المتغيرات، او بين احد المتغيرات من ناحية ومتغيرين او اكثر من ناحية اخرى؟ ده كله بيتطلب استخدام اساليب قياس الارتباط وقياس الانحدار.